السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وربنا يديم علينا نعمة يا رب، ويحفظنا ويزيح عنا الوباء ويجعله في ميزان حسناتنا ان شاء الله، ويجعل الصبر ده في ميزان حسناتنا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة شوكولاتة زي ما انتم شايفين كده، بس بصراحة مقادير تحفة تحفة تحفة، ومقادير مظبوطة جدا. امشي على المقادير بالظبط وامشي على الوصفة بالظبط، هتعملي احلى كيكة شوكولاتة واحلى صوص كمان. يعني الصوص اللي على الوش ده برضو احنا اللي عاملينه، ودي اللي على الوش البيضة دي شوكولاتة بيضة مسيحينها، حبينا ان احنا نكسر اللون بس مش اكتر. لكن لو انت مش عايزة مفيش اي مشكلة خالص، ما تعمليش الصوص الابيض اللي هو الشوكولاتة البيضة، ممكن تبشريها، ممكن تبشري شوكولاتة بني عليها، تجيبي فرماسيل، تجيبي شيكابون، تجيبي اي حاجة تانية عايزة تزوقي بيها فوق الصوص اللي احنا حاطينه ده. شايفين ما شاء الله ما شاء الله، جميلة جدا. واحلى حاجة في الوصفة دي ان احنا عملناها في البايركسات، بصراحة سوى البايركس جميل جدا في الكيكة، ما بتاخدش وقت في الفرن، هي قعدت حوالي نص ساعة بالظبط. بايركس ده بيقعد نص ساعة في الفرن وبتستوي تمام التمام، ومفيش اي مشكلة خالص، وقعرها بقى لا لازق في البايركس ولا شايطة ولا فيها اي حاجة خالص خالص خالص، جميلة جدا وهشة وطعمها حلو زي كيكة العلب بالظبط. وكده كمان انا مقطعاها وهي سخنة بعد ما حطيت عليها الصوص الشوكولاتة، يعني كمان لما قعدت شوية وبردت تحسيها احلى كمان ما كانت وقتها، تحفة جميلة جدا. بصوا هشة جدا وجميلة، وبصراحة انا اول مرة اعمل عيار كيك بالطريقة دي او بالمقادير دي ويطلع مظبوط الف الالف، جميلة جدا. احلى تحلية ممكن تعمليها في يوم اجازة لولادك، لو عايزة تعمليها كتورتاية لعيد ميلاد تعملي نفس المقادير ديت، وتزوقيها بالكريم شانتيه، تزوقيها بالصوص الشوكولاتة ده، صوص الشوكولاتة برضو بنحط شوية كده جنب قطعة الكيك، لو انت عايزة كل قطعة كيك تاخدي معاها شوية شوكولاتة كده، جميلة جدا وحلوة وطريقتها سهلة برضو. هنعملها مع بعض وهنعملهم في الفيديو، هنعمل الكيكة وصوص الشوكولاتة هنعملهم مع بعض في الفيديو. اه زي ما انتوا شايفين كده البايركس، وطرية وهشة وجميلة جدا، المقادير دي تحفة بجد زي ما انتوا شايفين كده. وزي ما بقولك لو عملتيها التورتاية احلى من دي الاسبونش كمان، جميلة جدا. بس جربوا الوصفة دي وهتعجبكم. نقول بسم الله عشان اقول لكم المقادير. معايا هنا 3 كوبايات ونص دقيق، ونص كوباية كاكاو خام، معايا 1.5 كوباية لبن، معايا 2 كوباية سكر، معايا 1 كوباية زيت، معايا 6 بيضات، معايا طبعا 2 معلقة بيكنج باودر. ماشي يا جماعة، انا المقادير اللي بقولها لكم دي عملت بيها 3 بايركسات، تمام؟ يعني عيارين. انت عايزة تقسمي العيارين دول على عيار واحد مفيش اي مشكلة خالص، اقسميهم واعملي منهم عيار واحد. معايا دلوقتي 6 بيضات حطيت عليهم الفانيليا وهضربهم شوية كده مع بعض افككهم، وبعدين هحط 1.5 كوباية سكر، هنا ذرة ملح برضو هضرب شوية كده مع البيض، كل ده بحيث ان انا افكك كل حاجة. وبعد كده هحط 2 كوباية السكر، تمام. وان شاء الله هكتب لكم برضو المقادير في صندوق الوصف. لازم بقى نضرب دلوقتي البيض والسكر شوية، وبعد كده نحط الزيت 1 كوباية زيت، بسم الله ما شاء الله. بصراحة يا جماعة والله لو جربتوا المقادير دي مقادير جميلة جدا، لو انت عايزاها بقى كيكاية تكون بيضة من غير شوكولاتة هتشيلي 1/2 كوباية الكاكاو وتحطي بدلها الدقيق العادي الابيض، العيار وياخد 2 كوباية دقيق بالظبط. دلوقتي هنحط اللبن، حط 1.5 كوباية لبن،
لان العيار الواحد بياخد كوباية الا ربع لبن. طبعا انا حطيت كوباية لبن، والتانية دوبت فيها معلقة لبن بودرة في نص الكوباية التاني، وهدوبهم لحد السكر ما يدوب خالص. طبعا عندي هنا دقيق زي ما قلت لكم 3 كوبايات ونص دقيق، ونص كوباية كاكاو اسباني اللي هو كاكاو شوكولاتة، وهحط عليهم 2 كيسين بيكنج باودر او 2 كبار بيكنج باودر. تمام كده، هبتدي احط الدقيق بقى واقلب واحدة واحدة كده معايا على الخليط اللي انا دوبته، وتدوب كويس جدا، لازم ادوب السكر تمام التمام، ما خلوش فيه اي فتولة سكر كده. هبتدي احط الدقيق، قلنا يا جماعة عيار الكيك بياخد 2 كوباية دقيق، انا عاملة عيارين، حطيت 3 كوبايات ونص دقيق ونص كوباية كاكاو شوكولاتة. انا مثلا هعمل عيار واحد، هحط 1.5 او 2.25 كوباية دقيق، وربع الكوباية هعاير بالمعلقة، هياخد معلقة او 2 كاكاو اكمل بيهم 2 كوباية. تمام، واحسن حاجة في الكاكاو او احسن نوعية هو اسمه كاكاو اسباني، اسمه كاكاو شوكولاتة، دي احسن نوعية، بيبقى نوعه حلو وبن غامق. كل ما يكون الكاكاو اغمق كل ما يكون درجته في الجودة احسن. كده خلاص انا خلصت العيار بتاعي بالظبط، ما حطيتش عليه اي حاجه تاني. دلوقتي دهنت البايركسات بالفرشه، دهنيها زبده زيت ما فيش اي مشكله خالص، انا عندي دهنتها زيت. تمام، انا بجيب بقى ما اكون هعمل اكتر من حاجه، يعني اكتر من بايركس، بحطهم كلهم قدامي وبحط في كل واحد شويه، بحيث ان انا في الاخر الاقي التلاتة او الكمية اللي انا عملتها كلها متساوية وزي بعضها. لكن لو انا جيت عبيت واحد واحد لوحده هلاقي بايركس فيه كمية كبيرة وبايركس فيه حاجة بسيطة، لا انا بحاول ان انا اجيب التلاتة قد بعض. دلوقتي هنعمل صوص الشوكولاتة، عندي 2 كوباية كاكاو، 1 كوباية سكر بودرة، 3 معالق زبدة، 3 معالق نشا، 3 معالق دقيق، 1 كيس فانيليا، 3 كوبايات لبن. تمام كده، هحط معاكم 1 كوباية السكر البودر، هبتدي احط كل حاجة على بعضها، وما اجي احط السوائل احط سوائل بسيطة عشان اعرف اقلبهم ما يكتلوش مني. ادي 1 كوباية من اللبن، دي 1 كوباية دلوقتي، تمام، عشان هدوب فيها كل الحاجات اللي عندي. وادي السكر حطيته، ادوب مرة كده، وبعد كده هجيب، تمام كده، هجيب دلوقتي 1 كوباية كاكاو خام، طبعا كل حاجة انا نخلاها، 1 كوباية الكاكاو، 3 معالق نشا، 3 معالق دقيق، وبرضو فيه ذرة ملح، بتظهر طعم الحاجة وبتخليها لي حلوة جدا. تمام، هحاول اقلب بقى كل الحاجات دي كلها مع بعضها كده في 1 كوباية اللبن اللي انا حطيتها، 1 كوباية كاكاو بودرة، 1 كوباية سكر، 1 كوباية لبن، 3 معالق دقيق، 3 معالق نشا، تمام كده، وذرة ملح. كده هبتدي اضيف بقى 2 كوباية التانيين بتوع اللبن، وادوب كويس الخليط دوت، وبعدين هرفعه على النار. كده انا رفعته على النار اهوت، وبقلب فيه لحد ما احس ان القوام بتاعه تقل معايا. اول ما القوام يتقل كده ويتماسك، طبعا لازم يتماسك لان الكاكاو مادة رابطة، والنشا والدقيق، هاجي دلوقتي احط الاول 1 كيس الفانيليا، احطه في الاخر خالص، بيدي ريحة ونكهة حلوة جدا لصوص الشوكولاتة. ودلوقتي هحط الزبدة، اخر مرحلة عندي بعد القوام يبتدي يتقل، شايفين القوام تقيل ازاي معايا، ابتدي احط الزبدة بتاعتي واقلب صوص الشوكولاتة، برضو بيدي لمعة فظيعة الزبدة، وهيدي قوام احسن كمان لصوص الشوكولاتة.
تمام. وادي كيس الفانيليا. الفانيليا يا جماعة نحطها في الاخر خالص، ما نسيبهاش كتير على النار. تمام، بصوا القوام، بسم الله ما شاء الله، الشوكولاتة دخلت في بعضها جامد وكده، القوام بقى مية مية، جميل جدا، ملهوش حل وطعمه خطير. ممكن تعمليها ديت نفس المقادير ونفس الطريقة ونفس كل حاجة احنا عملناها، لو عايزة تعمليها بديل الكريم شانتيه للترت. انا دلوقتي عاملاها كصوص بس للكيك اللي انا عاملاه، تمام، زي الجاتوشاتو كده، بس ده كده الصوص ده انا عاملاه على النار. خلينا دلوقتي هنا في الصوص دوت، خلي بديل الكريم شانتيه هنبقى نعمله مع بعض في حلقة ثانية. ودلوقتي لازم اجيب ورق استريتش كده اغلف بيه صوص الشوكولاته، بس لازم انزله على وش الشوكولاته خالص، ما سيبش اي فرق ولا اي هوا بينه وبين الاستريتش، لازم انزل الاستريتش خالص كده على صوص الشوكولاته عشان ما يعمليش قشره لحد ما اجي احطه على الكيكه. اهو بوريكم ان انا لازم انزل ورقه الاستريتش، اهو نزلتها خالص اهيت، ملامسة جدا جدا لصوص الشوكولاتة. الكيك خرج من الفرن دلوقتي، قعد حوالي نص ساعة، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، جميلة جدا وهشة وحلوة جدا. بصوا مش مستحملة، عاملة زي الاسبونش بالظبط، بس بصراحة طعمها تحفة 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 والله العظيم بجد، طعمها جميل جدا، ونفسي تجربوا المقادير دي وبنفس الطريقة كده، هتلاقي احلى كيكة انت عملتيها. طبعا بنخرمها كده بخلة عشان برضو لما احط صوص الشوكولاتة يحاول ايه ينزل شوية في الفتحات دي او في الفراغات اللي انا بعملها دي. وطبعا الكيكة سخنة احط عليها الصوص على طول، طبعا الصوص عندي دافي برضو ما كانش لحق يبرد، هحط الصوص كله كده على الوش واحاول امشيه كده بالمعلقة اظبطه، عشان وانا بمشي المعلقة عليه كده يحاول ينزل في الفراغات اللي انا عملتها على وش الكيك. تمام، صراحة جميلة جدا الطريقة دي، والكيكة طعمها حلو جدا جدا جدا، حتى لو من غير صوص ممكن تعملي لها كريم شانتيه زي ما قلتلك وتعمليها كتورتاية، جميلة جدا والله، احلى من الاسبونش كمان، احلى مقادير كيكة ممكن تعمليها. عارفين الكيك بتاع العلب؟ نفس كيك العلب بالظبط، نفس الهوز، نفس النايتي، الحاجات اللي احنا بنشتريها لولادنا من المحلات دي، نفس الهشاشة بتاعتها والقوام والطعم وكل حاجة. بصراحة انا مهما اقول والله مش قادرة ان انا اوصف لكم برضو جمالها وطعمتها، جميلة جدا، عايزاكم انتوا اللي تجربوها فعلا بايديكم عشان تقتنعوا فعلا بالنتيجة بالقوام بتاع الكيك ده، جميل جدا. هي كده خلاص خرجت من الفرن، وانا حطينا عليها الصوص البني، وكان عندي قطعة شوكولاتة بيضة سيحتها، قلت اكسر اللون بس كده، لان مفيش اي حاجة تانية احطها على الوش كده، ولا كريزة ولا اي حاجة، دي زي الديسباسيتو كده، بس جميلة جدا بصراحة والله، احلى من الديسباسيتو كمان، لو جربت العيار دوت وجربت الطريقة هتعجبك جدا، وهتعملي على طول اي عيار عايزة تعمليه هتعمليه بالطريقة دي وبالمقادير دي، مقادير مظبوطة جدا جدا جدا، ولا ناقصة حاجة ولا زايدة اي حاجة. ودلوقتي بنقطع معاكم الكيكة اهوت، طبعا انا بقطعها برضو بعد ما حطيت لها الصوص على طول وهي سخنة، يعني انا لو سبتها بردت كمان شوية كانت هتبقى احلى من كده كمان، بس الحمد لله قدر الله ان انا اقطعها في الوقت ده، يعني كده مفيش اي مشكلة عشان خاطركم نعمل اي حاجة، لان انا ببقى عايزة اخلص الفيديو، عايزة انهيه بأحسن حاجة واطلع لكم احسن حاجة. انا بعمل الحاجة مرة واتنين عندي الاول، اجربها واعرف مقاديرها واعرف مظبوطة او مش مظبوطة، وبعد كده بحاول ايه اعملها لكم فيديو.
بص الصوص عليها جميل جدا وهي قوامها حلو. عايزة تبقي تفتحي فراغات اكتر من كده وتنزلي الصوص في قلبها مفيش اي مشكلة خالص، هتبقى اطعم واطعم. وانت عندك بقى الابتكاسات وعندك الاختراعات، هتعملي اي حاجة انت عايزة تعمليها. اهم حاجة في المطبخ وشطارتك في المطبخ انك انت تبتكسي وتبتكري كده حاجات زيادة تحطيها، اي تاتش جديد انت تعمليه دي بيبقى من شطارتك وحبك للمطبخ. اهم حاجة يا جماعة، اهم حاجة بقولها مليون مرة، انك تكوني بتحبي المطبخ. لو ما بتحبيش المطبخ عمرك ما هتطلعي حاجة كويسة من ايديكي. حبي المطبخ، خلي المطبخ يحبك، تمام، وتطلعي منه احلى اكل. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وانتوا يعني احنا خدنا مع بعض كده على في الفيديو ونسيتوا تحطوا لايك، نفسي تحطوا لايك للفيديو، الكيكة تستاهل 1000 لايك بصراحة، ويستاهل ان الفيديو ده يترفع عشان المقادير دي الكل يعرفها، وكل عروسة جديدة وكل بنوتة حلوة بتحب الكيك وتحب عمايل الحلويات لازم من اول مرة تعمليه بالطريقة